بشكر طبعا مؤسسة الأزهر كلها وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر لهذا التحرك وهذه الاستجابة السريعة. شكرا ليكم. احنا كنا عملنا المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات يعني فيديو كده وقلنا لحضراتكم ما عادش فاهم تفسيره ايه، اللي هو الست اللي كانت داخلة يتم الصلاة عليها والنعش يعني مرضاش يدخل، ابى انه يدخل، وناس قالت كلام كتير، ومن الكلام اللي احنا قلناه يومها انه فيه انه كان ابنها غايب وما دخلتش المسجد الا لما ابنها رجع. الحقيقه في ناس كتير اتكلمت وقالت لا اقصد معنى النعش ده ما يدخلش، فان الست ممكن تكون يعني ما كانتش خيره، يعني ده الاعتقاد الشعبي. لكن لحق هذه السيده يمكن تشوفوا معانا الجزء اهو بتاع النعش اللي ما كانش راضي يدخل المسجد. الحقيقة احنا بعد ما اتكلمنا الكلام ده، وده حق هذه السيدة، حتى هذه اللحظة يعني التفسير المقنع لما جرى لا يمتلكه احد، وده مش نوع من الاستسلام لحالة، لانه اسهل حاجة اقولك ايه الخرافات دي وايه البتاع ده انا بالنسبة لي ده مش مفهوم وقد يحتاج الى تفسير. لكن حق هذه السيدة وحق اسرتها، في خطيب مسجد قال يعني ايه اللي جرى هناك واشار الى هذه السيده، هي من قريه المحموديه في البحيره، فحق ليها يعني انه ولاسرتها، طالما احنا اللي جبنا سيره الموضوع وقلنا فهو بيتكلم في حقها كلام طيب، قلت نقوله حتى تعزيه لهذه السيده، ولان احنا ما نعرفش برضو ايه اللي حصل. لكن اسمعوا الى هذا الخطيب الذي تحدث عن هذه السيده التي ابى نعشها ان يدخل المسجد الا بعد أن يعود ابنه. بعض البلدان من حوالي أسبوع في قرية اسمها قرية المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، واحدة ست امرأة أم شايلين النعش وداخلين قلبوا الدنيا عشان يخشوا بالنعش، كل ما يخشوا بالنعش النعش يرجع لورا، كل ما يخش انا مش بقول لك تاني مكان، ده الكلام ده من اسبوع، وجميع المواقع على شبكة النت عملت الكلام ده. ام في محافظة البحيرة بقرية المحمودية، الاف شايفين المنظر، الجثة الجثمان مش عاوز يخش المسجد، النعش مش عاوز يخش المسجد يرجع لورا، الناس تهلل تقول لا اله الا الله، الناس عماله تصور الله اكبر لا اله الا الله، يجربوا على الجامع الجثمان يرجع. الست دي معروف عنها الاخلاص والطيبه والصلاه والفلاح وطيبه، ست طيبه وبنت اصول. اللي حصل ده مؤدبه ومحترمه، اللي حصل حطوا النعش حوالي مره واثنين وثلاثه وعشره، الشباب اتكاتف يحاولوا يخشوا، يجي عند باب المسجد وترجع تاني بقوة بقوة، مش قادرين مرة واثنين وثلاثة سابوا النعش، الكلام ده من اسبوع، سابوا النعش وضعوه. كان في سر، عارفين السر ايه؟ السر ان في ولد، الولد ده كان متعلق بامه وكان بار بامه، بس كان رايح يدور على لقمة العيش في بعض الدول العربية. الولد ده ابنها، الولد ده بناها، الولد ده لما عرف ان امه ماتت حجز التذكرة وجري بسرعة علشان ينزل على مطار القاهرة الدولي عشان يلحق جثمان امه. المهم ان الولد ده دخل وصل، وصل، ايوه وصل، وصل فين؟ وصل لامه عند النعش وقال لها كلمتين، السلام عليك يا ام، السلام عليك يا ام،
ولمس بيده النعش ولمس بيده النعش أدخلوا النعش فدخل مباشرة. بر تعلق الولد بأمه وبقلب أمه. الست دي كان لها دعوة بينها وبين ربنا، كانت تقول لابنها في غرفته: يا رب يا رب إن قبضت روحي في غياب ابني، إن قبضت روحي في غياب ولدي فلا تحرمني من وجود ولدي في الصلاة في جنازتي. احنا النهارده لما نشوف حاجة زي دي بنقول لا ده عملها وحش وعملها ردي. قسما بالله العلي العظيم، حدثت بالامس القريب في الاسبوع الماضي بمحافظة البحيرة. يعني انا بزيع ده مش تبني لوجهة نظر الشيخ، يعني اللي بدا عليه تأثر جدا من الموقف، ولانه هو يعني قد يكون مكانيا اقرب للمكان هناك وسمع هذا الكلام هناك. ولكن انا زي ما قلت لحضراتكم يمكن ده نوع من التعزية لاهل هذه السيدة، لانه في ناس كتير اساءوا يعني ليها. الثابت لدينا ان الانسان يموت، لكن كيف يموت وما يحدث بعد موته لا احد يعرف، لا احد يعرف ولا احد يدعي انه يعني يعرف بدقة ما يحدث. هذا في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. لكن الفكرة اللي أنا بقول لحضراتكم فيها حتى لا نغرق في مساحة الخرافة ولا ندخل في مساحة الإنكار، بقول لحضراتكم أنه مثل هذه الظواهر تظل ظواهر غريبة في الحياة ولا نملك تفسير لها حتى الآن. قد يأتي العلم بعد زمن لتفسير هذه الظواهر، لكن كما قلت لحضرتك ليس أكثر من ذلك، ليس تبني لهذه الرواية ولكن يمكن تعزية لأهل هذه السيدة. قبل ما نطلع فاصل، احنا كان مفروض هيبقى معنا الدكتور هاشم بحري أستاذ طب النفسي بجامعة الأزهر النهاردة، لأن احنا بنحاول نعمل حاجة كده أقرب إلى قراءة كف مصر النفسي أو قراءة الدفتر أحوال مصر النفسية كل فترة، فبيكون معانا واحد من اساتذه علم النفس الكبار او اساتذه الطب النفسي الكبار. لكن يمكن قبل الهوى بفتره وجيزه اعتذر الدكتور هاشم بحري يعني لسبب صحي، وان كان هيبقى معانا في فقره كده هنتكلم في التليفون يمكن المداخله تطول شويه، نستعرض معاه بعض التفاصيل. وبعدين هيكون معانا ان شاء الله في فقرتنا الحواريه الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، انتوا عارفين الطقس وعمايله، فيمكن يقول لنا نعمل ايه او ايه اللي هيحصل او يعني توقعاته. لكن قبل ما اطلع فاصل عشان نتكلم عن حكايه كف مصر النفسيه دي،